صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اجمل شيء بهالدنيا هو الطفل، وكلنا كنا اطفال ولكن مننسى هيدا الشيء او منتناسى ونيال اللي بيخلي هالطفل عايش فيه. اليوم فرحتي كبيره لانه رح نحكي عن كتب للاولاد، ولكن كتب جميله جدا والولد بيقدر يسافر من خلالها ويتثقف ويتعرف على حضارات اوروبيه وعربية وغيرها. اليوم بحب رحب باستديوهات الام تي في بالكاتبة والرسامة نيكول دباس. اهلا وسهلا فيك. هاي كارين. يعني اخيرا حدا عن جد عم بيهتم بالولد ولادنا، يعني هن الجيل الجديد بهالطريقة الحلوة اللي بقى والمتطورة، لانه رح نعرف انه كتبك كمان applications على ايباد وغيرهم، رح نحكي اكثر اكيد. ولكن بحب اعرف المشاهدين على حضرتك. نيكول دباس رسامه وكاتبه من مواليد بيروت، ومن انت صغيره بتحبي ترسمي وطورتي هالشغف من انتقلتي للعيش الى باريس. انتقلت لهون ودرست الفن ورجعت تخصصت بلبنان بالقلبة بالرسم والرسم المتحرك الانيميشن. وايضا عملت كرسامة لكتب للاطفال بعدد من دور النشر، واليوم عم تشتغلي مع دار نشر حبيب، تحيه لهم، لانه نيكيز ادفنتشر اراوند ذا وورلد اللي اليوم رح نحكي عنهم هي سلسله الكتب لاولاد صغار من بين 8 و10 سنوات. ايه مزبوط. لانه فيهم يعني فيهم كونتوني مهم. في تكست. نعم. هن عن دار نشر حبيب. خلينا نبدا نيكول عن شغفك للرسم، وليه هالفكره سلسله كتب عن بطلة اسمها نيكي بنت صغيرة وبسينة تامياو، واستوحيتيهم من بسينتك ومن حياتك ومن سفر انت عملتيهم، سفرات انت عملتيها. مزبوط. ليه حبيتي تحطيها بكتب وكتب لأولاد صغار؟ أنا طول عمري بحب أرسم، من أنا وصغيرة بحب أرسم كتير وبحب سافر كتير، يعني كان عندي الحظ أنه أهلي قدروا يسافروني أنا وصغيرة وعلقت معي فكرة السفر، واكيد انا وسافر كنت على طول اعمل سكتشز محل ما اكون، تلاقي انه عم بقدر اجمع الاثنين. نعم. السفر والرسم. نعم. بعدين صار لما ارجع من سفراتي كثير عالم يسالوني شو شفتي وكيف كان، يعني بروح على محلات اوقات مش كل العالم تقدر تروح عليها. بعدين على كبر صاروا الاولاد يسالوني كيف هونيك، كيف هيدا، كيف الطقس. بقى اجتني الفكره انه اعمل كتب للاولاد، لانه انا بالنهايه كمان عندي هالجهه الطفل وبحب اشتغل للاولاد وبحب اتعامل معهم، انه اقدر اجمع السفره بطريقه خياليه للاطفال ليتعلموا عن الثقافات اللي برا، عن البلاد، عن المونومنتس، عن الفن. نعم. عن الموسيقى، نشوف المواقع الاثريه، الفن، المأكولات، يعني بتفوتيهم عن جد بالجو العام تبع البلد اللي عم تحكي عنه. مزبوط. نعم. بقى هون اجت الفكره، بلشت بباريس لانه باريس هو اول بلد رحت عليه انا وصغيره مع اهلي. نعم. وعشت هون فرنسا فترة. البلد المحبب للبنانيه. مزبوط، كثير بحبوها. نعم. بقى حبيت بلش فيها، وبعدين انتقلت على لندن لانه خيي كان عايش هونيك وكوزينتي كانت عايشه هونيك، كنت روح كثير انا لهونيك. وبعدين انتقلنا لغير بلاد، بيناتهم الكوبنهاغن يلي سفير الدنمارك شجعني انه روح لهونيك. نعم. حتى اكتشفها. نعم. نعم. ايه واسطنبول. واسطنبول اكيد. نعم، واكيد في سلسله عم بدك تكملي، لانه قلتي لي قد ايه زايره بلدان، اذا بدك تحكي عنهم كلهم يعني رح تصير سلسله شي 50 كتاب. بعرف انه صار التوقيع ب 7 حزيران بالفنيو باسواق بيروت، وكان توقيع ناجح جدا، وخاصه هلا رح نشوف الصور. كان في كمان مشاركة السفارات الأربعة، يعني التركية، الفرنسية، الإنجليزية والدنماركية. خبرينا كيف كان هالتعاون، وبعرف كمان بدي اياك تخبرينا انه كان في حتى الاولاد كانوا عم بيقدروا يتواصلوا معك مع البلدان، كان في حتى الأربعة بلدان مع مركبين. رجعنا عملنا البلد بكل سكشن من الفانيو، تعاملنا مع ايفنتس برودكشن واسواق بيروت، كتير كتير اشتغلنا شيء كتير حلو، قدرنا نعمل ريبرودكشن للسينز من قلب الكتاب. نعم. بقى بقلب باريس كان عنا هون عم نشوف صور. ايه هول الاولاد كانوا قاعدين عم بيرسموا، هول السفره، سفير الدنمارك، سفير التركي كانوا معنا مع ايفنتس برودكشن. نعم. رجعنا عملنا زون باري مثل مونمارتر، وحطينا لهم القهاوي الفرنسويه،
قدروا يقعدوا يعني يقعدوا يعني عملتوا عملتوا غاندور إيمان أكبر كمان كان شيء كتير كبير يعني عنا 8 أمتار بخمس أمتار علو كتير كتير عالي. كان عنا الميم الفرنساوي اللي موجود بقلب كتاب باريز عم يتمشى بين الأولاد بين العالم. كان عنا لي شوفالي جو الأولاد صاروا يرسموا مثل كأنه هن رسامين فنانين فرنسوية يقعدوا يرسموا يخرطوا اللي يعني هن عبالهم تبع لندن. بلندن عملنا جاينت بس كبير مع فوتو بوث صاروا الأولاد والكبار يتنكروا ويفوتوا بقلب البوس لا ياخذوا صور كأنه هن بقلب البوس عم بيسوقوا عم بيسافروا فيه يعني سافروا وعيشوا الأجواء اللي عم بيشوفوها بالكتب حسوا حالهم فاتوا كأنه فاتوا بقلب صفحات الكتاب وصاروا يروحوا من بلد لبلد يكتشفوا كل البلاد. كتير كان شيء كتير حلو والولاد كتير انبسطوا يعني يجوا لعندي يطلعوا انه انت بقلب الكتاب لهم ايه وهيدا لبسين مزبوط لهم ايه هيدا لبسين مزبوط. هلا انت عندك بسينه اكيد ما اسمها مياو اسمه سوشي اسمه سوشي ما تكليشي ليلي خاصة يوم نعرف انه رحت على اليابان قعدت 3 اشهر. الحلو كتير كمان انه نيكيز ادفنتشرز اراوند ذا وورلد كتبتيه باللغة الإنجليزية ولكن ترجموا باللغة الفرنسية والعربية. هيدا الحلو كتير إنه اليوم الولد اللي بيحب يقرأ عربي في يقريون فرنسي في يقريون وإنجليزي أيضا. وفي أبليكيشن بحب أحكي عنها لأن الآيباد قدامك وحلو كتير. شو هي الأبليكيشن وكمان بثلاث لغات رحتي الموجودة وأيضا فيها انتراكشن يعني الولد في يغير فيها يحط نيكي وين ما بده يعني رجعنا حولنا لأنه كل الأولاد صاروا هلأ بالتكنولوجيا بقى حولنا الكتب على interactive books حتى يقدروا العالم الأولاد يعني بالأخص يسمعوا القصة عم تنقرأ لقلهم إذا كانوا بالأعمار الأصغر ويصيروا interactive مع الكتاب يقدروا يزيحوا الكاركترز يحطون محل ما بدهم بتعلي شوي للكاميرا نعم هيك ولا سو بيقدروا يحركوا الكاركتير اكيد في اصوات كمان والقصه بتنقرا لالهم او بيكبر البالون بقى يعني هذا مش بس لاولاد الصغار انا بنبسط فيه حتى الكبار بنبسطوا فيه وبتعرفي الاهل يعني الاولاد الصغار اللي بعدهم ما بيقروا لحالهم بيحبوا كثير انه الاهل يقروا لهم بقى هيدي كمان بتعمل لهم انتراكسيون مع الاولاد انه يقدروا يلعبوا بيقدروا يسمعوا القصه عم تنقرا بتعلموا لغه حتى اذا ما في شك وبتكوني كمان لانه في اليوم في اولاد تعودوا يحملوا كتاب ويقروا بس في ولاد ما بتحب تقرا ويمكن اهلها ما كثير بتشجع او ما هن ما بيقروا الاهل سو كيف بيشجع الاثنين انه اللي لانه اليوم بنشوف من ولد عمره 3 سنين ديجا في يعني ان جو الكترونيك بين ايديه او ايباد او اللي هن صاروا بالتكنولوجيا يعني اليوم بينبسطوا فيهم كيف بيفتحوا السليولار بيكون عمرهم اقل من سنه دونك اليوم عم بيقدروا يقروا ويتسقفوا من خلال كمان التكنولوجيا مزبوط. يعني هذا عم بنواكب الثقافه مع التطور من التكنولوجي بدنا نلاقي طرق لنقدر نحن كمان نجمع التون مودرن مع نحن التراديسيون اللي هي الكتاب والورقه المطبوعه بقى هون قدرنا كمان نقدم شيء جديد لهم نعم هلا بعرف انه الاربع كتب نيكيز ادفنتشرز اراوند ذا وورلد in Paris, in London, in Copenhagen وإسطنبول وإن إسطنبول موجودين بلبريري حبيب وقلتي لي إنه بيتوزعوا بالمدارس يعني المدارس اليوم بيتبعون ايه هو بيشو بمكتباتهم أو بالمنهج هو دار النشر بيوزع للمدارس يعني هو حبيب بابلشرز بيوزع للمدارس بقى عملنا الكتب كهارد كوفر وعملنا كمان سوفت كوفر للفيرسيون للكتاب نعم مع اكزرسيس بقلبه بس بيجي دفتر تطبيق بقى صاروا المدارس عم بيحبوا ياخذوهم لحتى يوزعوهم للاولاد يعني بالسيستم سكولير تبعهم يعني حلو يعني اليوم الولد اللي ما بيقدر ما مش قادر يسافر اهله يمكن ما عندهم الامكانيات اذا قرا الكتاب وشاف كانه سافر لانه يعني انت اليوم عم تحكي عن كل شيء بهال يعني اول شيء عم تحكي عن البلد كطبيعه عم تحكي عن البلد كحضاره المعالم الاثريه كالاكل كاللبس يعني عن جد بيقرا واحد بيخلص الكتاب عدا انه بينبسط مع بطل نيكي المهضومه مع بسينه ولكن كمان بيتسقف. واللي قادر يسافر يمكن لأول مرة رايحة فرنسا باريس بيقرأ هذا الكتاب قبل هيك وقتها يروح بيقدر يرجع يشوف انه هي ايه هيدا كنت تريفل لنقول وهيدي يعني مزبوط. المومات ويعني
في من الجهتين من الجهتين. ما هي حلو كمان للناس اللي ما بيقدروا يسافروا يعرفوا شو عم بيصير برا، شو بيصير بالبلاد اللي برا، يقدروا يكتشفوا محلات جديده بركي ما يقدروا يروحوا يزوروها، بس بيتعلموا على الحضارات الموجوده برات بلدهم. نعم. واللي قادر يسافر بينبسط فيها انه انا رحت لهون وشفت هون، ليه ما شفت هاي؟ بيصيروا سفره جايه بدهم يروحوا يشوفوها، او يمكن هن يقولوا لاهلهم بعد فيها بعد ما شفناها هاي. يعني كمان بيكون مثل نوع من الدليل. الاولاد بيركزوا كثير على على الديتيل. يعني اجين كثير اولاد كانوا رايحين على باريس صاروا يقولوا لهم لاهلهم ليه ما شفنا هيدا؟ ليه ما رحنا لهون؟ مزبوط. الولد بعد بيصير هيك نيقة اكثر من الكبير. وايضا يعني الحلو انه صار في تعاون من قبل السفرات. باي ناحيه يعني كيف تعاونتوا مع السفرات؟ كيف اجت الفكره؟ انا حابه اعرف يعني انت وقت سافرتي قلتي شي نهار انا حابه اعملهم كتاب، او قد ما طلبوا العالم وسالوك اسئله، وكيف صار التعاون مع السفرات اللي كانت موجوده بالثلاث ايام اللي وقعت فيها وعملتوا كل هال. هو اول أن ما طلعت بالفكره دار النشر شجعني انه كمل فيها، هن كمان لقوا انه البروجي كثير حلو. سمع سفير الدنمارك بهذا المشروع، ثاقبت يعني انه قدرت احكي معه بهذا المشروع فرجي عليه، كثير تحمس على الفكره، وهو شخصيا قال لي انا بدي اياك تعمل كتاب عن كوبنهاغن، بدي اياك تروحي. ومن هون اجى السبورت تبع الامباساد، ساعدني بالسفره هونيك، كان في ناس عم بيهتموا فيي لحتى يعملوا لي تور ليزوروني كل شيء، صار يفسر لي عن كوبنهاغن اكثر لقدر فوت اكثر كمان بالكلتشر، لانه كوبنهاغن مش بلد كل العالم تفكر تروح على الدنمارك لتروح تزيره. بقى